نشر سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة ممثل جلالة الملك للأعمال الإنسانية وشؤون الشباب على حساب سموه في الإنستغرام مقطع فيديو لجهود فريق البحث والإنقاذ التابع للحرس الملكي بقوة دفاع البحرين أثناء مهمته الإغاثية الإنسانية عملية سواعد الغيث في البحث عن الناجين والعثور على الجرحى والمصابين والضحايا من تحت الأنقاض في المناطق المتضررة من الزلزال في تركيا. وكتب سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة على مقطع الفيديو: أبطال البحرين وعمان ينقذون امرأة كانت تحت الحطام لسبعة أيام، قواكم الله. ويظهر في الفيديو رجال فريق البحث والإنقاذ التابع للحرس الملكي بقوة دفاع البحرين وعدد من رجال الإنقاذ من سلطنة عمان أثناء إنقاذ امرأة جراء الزلزال. Çıkıyor, değil mi?